اعرف انك قربت. لو وقعت مرة اعرف ان دي اكبر خطوة في نجاحك مش فشل. مش مهم توصل على طول، ومش مهم كلام الناس، كلهم في الاخر هيسقفوا لك. المهم تبدأ وتتعب وتحاول وتجري وتتحدى الظروف، وما تخليش اي حاجة توقفك. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.